استراتيجية هيئة التميز والإبداع ووزارة التربية عقدت الاختبارات النهائية للأولمبيات العلمي للمدرسين في نسخته المتجددة بمشاركة 228 مدرسا ومدرسة ممن تأهلوا عن اختبارات المحافظات. الأسئلة موضوعة بطريقة أنه تفكير عميق، يعني متوقع معظم الأساتذة متخرجين عام 2000 وبالتالي مبتعدين عن التطور العلمي في الكيمياء أو غير مادة يمكن 16 سنة، يعني لا يمكن تعميم ذلك، بس ولكن يبدو أنه الأساتذة فقط كرسوا وقتهم للكتب المدرسية وحفظوها وعلموها الطلاب، لذلك الأسئلة موضوعة بطريقة تعتمد على الإبداع والتفكير وعصف الدماغ، يعني بسموه برين ستورمينج، يعني بحيث أنه السؤال يتفاجأ فيه كيف هذا صار، يعني وبالتالي الأسئلة يعني مو صعبة بس تحتاج لتفكير عميق، وبالتالي كل دول العالم بحطوا هيك مثل أسئلة فيس ذا تشالنج، يعني بواجه التحدي، وبالتالي هي أسئلة تحدي مو ليس للأستاذ لمعلومات الأستاذ، لذلك إنه متوقع إنه يعني يطلع عنا أساتذة متميزين، لأن هنا غايتنا نحن نبحث عن هذه الأساتذة مشان طلابنا المتميزين، لذلك عندما يكون عندنا كتاب متميز وأستاذ متميز حيطلع طالب متميز حكما. الأسئلة كانت تتناول المهارات العقلية العليا من التحليل والتركيب والتقويم، وإنما وضعنا نسبة في التطبيق حل المسألة نسب 20%، بينما في المعرفة والفهم 10%، وركزنا على التفكير الناقد والتفكير الإبداعي في الأسئلة. الامتحان الثاني أيضا نفس الشيء، كان عندي 100 سؤال لكن ركزنا على الاختيارات من متعددة، في 4 اختيارات من متعددة، ربما يكون 2 متقاربين جدا ويصعب التمييز بينهما. هذا يعني اللي بنتمنى احنا من مدرسنا، انه يتابع دراسته ويتابع الخطوات المقبلة. أولمبيات المدرسين يحقق فرصة هامة للبحث على الشريحة المبدعة من المدرسين والإفادة من قدراتهم وتعزيزها لتكتمل معادلة التميز بين الطالب والمدرس. المدرس أول شيء لازم يطور حاله ويكون عنده هاي الرغبة لحتى يقدر هو يخلق طالب متميز. خطوة حلوة جدا، أول شيء بتنمي مهارات مثل ما تفضلت، مهارة المدرس بتعطي حافز قبل المدرسين لطلابنا. احنا اللي عم نعمله عم نزرع شيء داخل طالبنا انه نحن نكون قدوة له، انه يطور حاله لانه المستقبل اكبر من هيك، اكبر من اللي نحن شايفينه لحد الان. التطور العلمي ما بوقف عند حد معين، فنحن المفروض كن فينا كمدرسين دائما نطور حالنا، نتابع التطور العلمي، نشتغل على حالنا اكثر، نعلم طالبنا يشتغل ليوصل لمراحل احسن مننا، لأنه دائما الأستاذ بتمنى يكون طالبه أحسن منه. وأنا بعتبر الخطوة هي ما هي خطوة إلنا، وإنما دافع كبير لطلابنا يقتادوا فينا، لأنه دائما المعلم أو المدرس هو قدوة لطالبه. طبعا هلأ نحن وقت منطور المدرس، يعني هي عملية بالنتيجة حتى نطور الطالب. هلأ نحن مثلا موجهين بنحاول دائما نطور الأساتذة، نهدي نعطيهم الطريقة الصحيحة في شرح الدرس. هلأ الأولمبياد ترجعوا للماضي لدراسة معلومات الجامعة، ونحن عم نرجع كمان ندرس هالمعلومات اللي صلنا فترة كبيرة إنه ما طلعنا عليها. يعني هلأ فترة 15 يوم نحن كثير طلعنا على معلومات قديمة كثير، بقى هلأ نحن عم نطور المدرس، طورنا بالنهاية الطالب، طورنا كل عملية تدريسية. خطوة رائعة كتير عن الأولمبياد، إنه المدرس بيراجع معلوماته وبيطلع معلومات أحداث، وهذا كله بينعكس على الطالب، وبصير تبادل المهارات بين المدرسين وتبادل الخبرات. الأولمبياد العلمي للمدرسين يهدف على المدى البعيد لإبراز المتميزين بمختلف الاختصاصات وتنمية قدرات المدرسين في المجالات البحثية التي تنسجم مع طبيعة التطور العلمي وتعزيز ثقافة المنافسة العلمية.